كنا جينا بكره. لو استنينا لبكره مش هنلحق حاجه. كنا بعتنا اي محامي صغير. الغربان وصلوا. مين دول؟ المحامين بتوع التعويضات. وعرفوا منين بالسرعه دي؟ مش شايف كل واحد منهم صاحب المصدر اللي هو شغال معاه؟ شركة المايه بالعربيه. ايه؟ يا مين؟ شركة المايه بالعربيه الشركه. يخرب بيتك يخرب بيتك تشرك بنزين. قلت لك بطل الهباب اللي بتشربه ده. انا عارفه ايه اللي انت بتعمله ده. حطه هنا يا واد. كلمتيها؟ البنت مفيش في دماغها حاجة بنتي خالص. امال في دماغها ايه؟ سمرتو. حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي. كل ما فيك يا حبيبي حبيبي. بس يا عبي. ايه؟ اه عذرين يا رب وتصونا العافية. خليكي حلوة امال. نريح شوية بقى يا جماعة، ظبط نفسك مع الكمانجة يا سيد، ومتمرة أقول لك بطل الهباب اللي بتشربه ده وأنت بتشتغل. العربية هتكون جاهزة الساعة كام يا قبلتي؟ الساعة 10 بالظبط، قدام الباب يا روح قبلتي. حبيبي انت عاوز ايه؟ الرضا. انت شغال ايه بالظبط؟ عشق للجمال ومتعبت. ما تشرب كاس معايا. ما بشربوش وانا بشتغل. عندك اجازه ساعه. هغير هدومي واستعد. هساعدك. رايح فين؟ افك الشوشه. ابعد ايدك. مش عاجبك؟ لا مش عاجبك. اشمعنى؟ بصراحه بقى هيئتك وتصرفاتك ما يقولوش انك كاتب في محكمه. مش محامي. افتح. حبيبي. خمس محامين وعشرين حاجه. ايه الخمسه من اولها؟ بس تمام ده يا اخي، بقى بكره انا هجيب لك الباقي. اعمل محاضر بقى. هات بقى محاضر على ايه؟ نعمه ما هتعملوها الا ما اخد حق على ترم مين. انت بقيت بايخ ومادي ومادي جشع كمان. امسك هات المحاضر. يلا كده. ايوه الاولاد اللي ماشي في الاخر تصميمهم مش موجوده في المحاضر. بكره الصبح كل دي حبات. يا استاذ ده يا استاذ ده حرام عليكم، ثلاث سنين والقضية شغالة وما يتحكمش فيها لغاية دلوقتي. ممكن تقعدي ثلاث سنين كمان، ما أنت عارفة قضاء التعويضات حبالها طويلة. أيوة بس أنت ما قلتليش كده بقى من الأول. كنت بقدر رجليك. الله يسامحك بقى، طب أنا سمعت بقى إن القضية اتحكم فيها ب 15,000 جنيه، تعويض وإنكم صرفتوهم. اللي قال لك كده بيضحك عليك، عدى علينا كمان ثلاث أربع أشهر وربك يفرجك. الشهور بتجر بعضها. والعشر راجل ما بيسدش، اوكل العيال ايه؟ طوب يا استاذ زكي. صباح الخير يا باشا. صباح الخير. بس الصحة أنا لسه. لسه؟ يعني ايه لسه؟ ما هو لازم يصحى بقى. الله، هيفضل نايم لغاية ايه؟ محمودة. يا محمودة. يا محمودة. أيوة يا أستاذ. الأستاذ لازم يصحى دلوقتي. فكروا بقضية بنها النهاردة. حاضر. وقولوا إن أنا هسمعه على هناك، هاخر القضيه لاخر الرول. حاضر. وقول له قرايب المتهم قاعدين بره مستنيينه وهياخدوه معاهم. وقول له يحلق دانه، الحلاق مستني من بدري. ماشي يا استاذ. حاضر. يلا يلا يا اختي اخدك في سكتي. طب ما الاستاذ قرب يصحى اهو، اعمل معروف خليني اقابله بقى المره دي. ما ينفعش وانا مش مال عينك ولا ايه؟ يلا اصحى اصحى يا استاذ اصحى. في ايه؟ ايه انا ما غفلتش من ساعه الحادثه. ما غفلتش اعمل لك ايه يعني؟ يا عم قوم الساعة 8:30 خلينا نشوف أكل عيشنا بقى. إيه اللي أنت حاطه في دماغك ده؟ خرب بيته وحرق لي شهري بدل ما يصب له مية يصب له بنزين. ما يجراش حاجة، أهو لون برضه. امسك. صل على جمال النبي. وحدوه. صل على جمال النبي. اذكر الله.
صل على النبي، اذكر الله، صل على رسول الله، على جمال النبي. بص يا سيدي، دي صورة من محضر الحادث، ودي تحريات كاملة عن كل عيل من العيال اللي ماتوا. حمودة يا حمودة. حمودة. ايوه. سلم البيت. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. اشتكوا لك لقمة الأول. لا يا استاذ عريق، تقتلك. الزفت فين؟ راح المحكمة، بقول لك ما تنساش قضية بنها، جلستها النهاردة. والحلاق مستني بره من الصبح. انا مش هحلق. امشي كيفك. انا بنقول يا سيدي، ما انا قلت لك كل اللي عندي. الكشوف معاك اهي، وقدام كل اسم الظروف الاجتماعيه ووظيفه الاب والام اذا كانت بتشتغل. برافو عليك. قول الراجل ده اعمل لي قهوه تاني. يلا 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 ما تمحش. يلا انت يا زفت يا حموده. قضيه اليوم هي قضية أولئك الذئاب البشرية الذين أصبحوا يمرحون في حياتنا، محطمين كافة القيم، ضاربين عرض الحائط لكل المقدسات. إن ذلك المعتدي الأثيم الماثل بين يدي عدالتكم لم يتورع عن ارتكاب تلك الجريمة البشعة التي يقشعر لها البدن، فلا يأخذنكم به أي رحمة، كما لم يرحم هو توسلات تلك الفتاة البريئة قليلة الحيلة التي كل جريمتها أنها كانت تلعب مع قريناتها في مكان عام، فاستدرجها إلى مكان وسط الأحراش واغتصبها عنوة، وعندما حاولت مقاومته كتم صوتها بكل وحشية حتى تم له ما أراد. وبين يدي عدالتكم تقرير الطبيب الشرعي الذي يثبت أنه قضى على براءتها وفض بكارتها. سيد الرئيس، أسوة بالقضايا المماثلة، النيابة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لغيره من منتهك الأعراض ومعدوم الضمير. وشكرا. الدفاع، عندك حاجة تقولها يا أستاذ؟ إيه يا أستاذ؟ أنت مش جاهز؟ جاهز سعادتك، بس بدور على قلم حبر. ليش مع سعادتك قلم حبر؟ لا اهو ده عيبه، من ساعة ما اخترعوا الإقلام الجاف والدنيا باظت وتقل خيرها. ولا ريش يا سعادتك؟ قلم حبر اهو. قلم حبر الدهون. اتفضل. يا سلام يا سلام، قلم حبر اهو. الراجل ده تلاقيه معاوز على التقارير ومظبوط. ماركة روبل. ما تخلصنا بقى يا استاذ. حاضر حاضر. لو سمحت سعادتك امسك القلم ده. اتفضل. حط سعادتك القلم في الدواية. ازاي بقى وانت قافلها؟ يعني مستحيل تقدر تحط القلم في الدواء وانا قافلها، لازم افتحها. طيب اديني فتحتها. جرب ستك تحط القلم كده. حاولت يا سياده الرئيس. كأمر هنا. ازاي بقى وانت بتحركها؟ يعني لازم افتح الدواء الاول وبعدين اثبتها عشان سعادتك تقدر تحط القلم فيه. وتحط القلم كده سعادتك. اهو دخل. دلوقتي بس قدرت سعادتك تحط القلم بتاعك في الدوايه بتاعتك. لا مؤاخذة سعادة الرئيس. شكرا. شكرا سعادة الرئيس. خد القلم. قضيتنا هي هذه يا سعادة الرئيس. علميا وتشريحيا ليس هناك شيء اسمه اغتصاب يؤدي الى هتك عرض كما تفضلت النيابه وكيافه القضيه. لابد ان يحدث قبول واستجابه، وطالما حدث هذا فقد انتفى عنصر الارغام والقهر. ودليل على ذلك القضية المشهورة لفتاة المعالي التي اتهم فيها عدة أشخاص وحكموا فيها. لقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي بعد عملية الاغتصاب أن الفتاة ما زالت بكرا رغم كل ما حدث، وهذا معناه أنها رفضت. رفضت. أما في حالتنا هذه فتقرير الطبيب الشرعي أثبت العكس، وهذا يعني أن فتاتنا البريئة لم ترفض، وهو ما يهدم كل ما بنته النيابة رأسا على عقب. بسرعة يا جماعة، بسرعة عشان القضية يعدينا. القضية تقريبا خلصت. ما هو البركة فيك يا أستاذ، وإحنا كلنا تحت أمرك، وأني دفعة من الأتعاب. باقي فين يا حاج سندس؟ أيوة، ما هو بس وهبتي دير بالكم. ايوه يا استاذ، بس يعني ارحمني. بس مش خليك حلو، ده كان اعدام.
ازاي يا استاذ؟ ودي تيجي؟ ايوه. حته حشيشه حلوه. زكي امسك رزقك في رجليك. خد التذاكر يا ميت. مع السلامه. شكرا حاج. سلام. الأستاذ مصطفى خلف المحامي. ايوه. مباحث المخدرات الشنطه دي بتاعتك؟ ايوه يا فندم. تسمح لنا بتفتيشها؟ معاك اذن نيابه. ايوه اتفضل. واضح انكم عاملين حسابكم. الشنطه فيها اوراق مهمه وفلوس. تسمح لي يا فندم احتاط الشنطه بنفسي؟ اتفضل. دي اتعاب القضيه اللي كنت بترافع فيها. وده جلابيه وفانيلا ولباس يمكن كنت بايت. ده شبشب. وده ملف القضيه. ودي حته حشيش ما لهاش دعوه بيها. المره دي غصب عننا والاول مره هنتعاون فيها مع بعض. احنا عندنا 20 حاله وفاه واحنا خمسه. يعني كل واحد مننا هياخد اربع حالات. موافقين؟ مفيش حل تاني. ايوه بس اياك محدش ينط من ورانا على اقل الاولاد وياخدوا منهم توكيلات. احنا هنحدد الاسماء اللي هياخدها كل واحد. في ناس كده عندها اساليب مش مظبوطه. خيري احنا هنختلف من اولها. طب يا جماعه والمصابين؟ المصابين ما بيجيبوش همهم والتعويض بتاعهم قليل. يمكن حد فيهم يموت. انا سمعت ان في اصابات خطيره. المصابين هيتوزعوا بينا هم كمان. ودول هيتوزعوا ازاي؟ بالقرعه. انا رايي بالقرعه. سامي انا اخطات الموضوع. مصطفى احنا هنعك من اولها. يا سامي بتختار اللي انت هتاعي. هنوزع بالقرعه. لا المصابين هيتوزعوا بالقرعه لكن الميتين لا. مش بقول لك في ناس عندها اساليب مش مظبوطه. والله انا عملت تحريات واخترت على اساس التحريات دي. لو فيكم حد عمل زي ما انا عملت انا مستعد اتنازل له. يا اخوانا مش هنختلف. حسونا بيت دمنهوري جاي دلوقتي مندوب عن شركات التامين عشان يتفق معانا. هيتفق على ايه؟ هي مش نسبتهم بتروح لهم لغايه عندهم؟ عايزين يزودوا نسبتهم في القضيه دي بس 20%. دي سرقه علني. يعني اللي بنعمله ده اللي بنعمله ده مش سرقه سخيري. بطل هبل وحتبوك. المهم اذا كنا هنشترك مع بعض يبقى لازم تترفع قضيه واحده. واحد مننا يرفعها والكل يخش معاهم متضامنين. لازم نستغل الضغط الاعلامي اللي هيحصل ونتحرك كلنا في اتجاه واحد. هنطلب تعويض مليون جنيه على الاقل. هنختصم كل الجهات اللي لها علاقه بالموضوع ولو من بعيد. هنعمل ضجة. دي قضية مش سهلة مش عادية. هنستخدم بقى فيها كلام كبير قوي زي شباب مصر المستقبل وثروة مصر القومية. مين بقى اللي هيرفع القضية؟ هو حد يضرب حغير يا طربش. ادخل. يا صباح الفل والياسمين. اهلا حسونا بيه. اهلا 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 يا فندم. اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندم. يا اهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حمد الله. لا اله الا الله. الله الله يا الله. 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 التوكيل جاهز وبكره هنسجله في شهر العقار. الاولاني بالصلاة على النبي. مش هينفع تروح العزا كده يا ريس. ليه يا ابني؟ ما انا حلقتي دقن اهو. شعرك. شعري ماله؟ شعري
صغري ما بحبش حاجتين، الحمى والحلاقه. في حاجه كمان. ايه؟ البدله. مالها البدله يا ريس؟ انت راجل محترم ومحل ثقه، وبصراحه بقى البدله دي عمرها الافتراضي خلص من زمان، ما يصحش تروح بيها. خليك حلو يا زكي. ده اللي انت فالح فيه. اطلع يلا. ما تنساش الكرافته السوداء والجزمه السوداء والشراب الاسود عشان ليلتنا تبقى بيضة. متأسفين يا جماعة. لا الباقي في حقكم. وسع الباشا يا جدع، وسع الباشا. باشا وسع. اتفضل يا باشا. يا اخي انت راجل مؤمن والمؤمن مصاب. صل على النبي كده يا رب. صل على النبي. صل على النبي. ربنا عوضك خير ان شاء الله. بقى في حياتك يا باشا. حياتك الباقي يا استاذ. شد حيلك اخويا. شد بالله. خليك مؤمن ومؤمن. ده مصاب البلد بحالها. نعمل ايه؟ ربنا على المفتري، والله ما هينجحوا ولا هيشوفهم. طيب منتهى الاستهتار والاستهانه بارواح الناس. البني ادم بقى ارخص حاجه في الحياه. ده قريب المرحوم الرجاء. ايوه استاذ، انا عمها. مين سيادتك؟ انا فاعل خير. امسك ده مبلغ بسيط يمكن يساعد. ايه ده اللي بتعمله ده يا استاذ؟ ما انت عارف المصاريف والظروف الايام دي، وبعدين ابو البيت راجل حلقان دحال ورزقي، هيجيب منين؟ والله الحاله كمان بقت ضنك. قول لي انتوا ناويين تسيبوا دم البيت كده يروح حضر؟ لا، النيابه بتحقق. نيابه ايه وحكومه ايه يا راجل؟ انتوا لازم ترفعوا قضيه وتاخدوا تعويض، هيبقى موت وخراب ديار. تعالى تعالى معرفك بالراجل الانسان الطيب اللي ما قدرش يستحمل الخبر، الراجل اللي فاتح بيته ومكتبه للناس الغلابه، يقف جنبهم وياخد حقوقهم. اهلا وسهلا. شكر الله سعيكم يا استاذ. مصطفى بيه خلف اكبر محامي في البلد، واهب نفسه للحكايه دي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذنا. الناس دي غلابه، غلابه قوي يا مصطفى بيه، وعايزين اللي يقف جنبهم وانا تحت امرهم. والله بس سعادتك عارف الظروف. يعني ما تشيلش هم، ما تشيلش هم يا اخويا. مصطفى بيه مش هياخد ولا مليم في القضيه دي، دي قضيه انسانيه. اصله مرشح نفسه في مجلس الشعب عشان يتصدى للفساد وافساد في هذا البلد، وبصراحه هو عامل ده لأهل دايرته بس. والله إذا كان كده يبقى نفكر. تفكر في إيه يا راجل؟ تفكر في إيه؟ بقول لك مش هياخد أتعاب وهيجيب لكم تعويض كمان، دي مسألة محتاجة تفكير. خد أمضي التوكيل من ولي أمر التلميذ. أمضي. بقول لك إيه؟ اقرأ براحتك هناك، يلا مش فاضيين. أوكي. اداني بالصلاة على النبي. اطلع شوف اللي في العشاء اخبارهم ايه وانا هشوف اللي هنا. يلا. ايه النظافة اللي حطت عليك دي من غير مناسبة؟ مجبر اخاك لا بطل. اخبارك ايه؟ جبت 3 توكيلات بس. والرابع؟ ابوه طلع محامي. قول لك ايه؟ ما تجيب الحاجات اللي عندك وتريح دماغك. تدفع كام؟ هديك على بعض كده 5000 جنيه وبلاش وجع قلب. مستعدة تنزل لك عنهم ببلاش بس توافق. يفتح الله يا ابني. نلم الشمل ونحط زيتنا في دقيقنا
وتلاقي لك لقمه نظيفه وصدر حنين بدل العك اللي بتعك كل ليله ده. خليكي حلوه حل عن سمانه، يوم هتجوز يا سمسم لازم تبقى بنت بنوت، ورده مغمضه تفتح على ايديا يا اختي عشان ابليس في الجنه. بقولي ايوه يا فندم. الطالب علاء محمود. ثانيه واحده، علاء محمود؟ علاء محمود ايوه. ها ازاي حاله دلوقتي؟ حضرتك دكتور ولا صحفي؟ لا ده ولا ده، انا محامي. اهلا وسهلا. اسم الله عليه، علاء عنده ايه؟ زي ما انت شايف. كسر في الدقات، هاتك في العمود الفقري. ده بسيطه. بسيطه بسيطه ازاي؟ ده الدكاتره قالوا ان حالته خطيره. عشان كده مش لازم تسيبه حقه. حضرتك والدته؟ لا انا خالته. امال والده فين والدته؟ في ابو ظبي. ابو ظبي؟ ولسه ما خدوش خبر في الموضوع. لازم نديهم خبر بسرعه جدا. حضرتك متجوزه؟ لا متطلقه. ليه؟ شكلي بيقول انك لسه بنت بنوت. اصل انا برضه مطلق وعايش لوحدي. حضرتك اكيد عايشه لوحدي برضه. ايوه. اتفضلي، ده الكارت بتاعي، تليفوني وعنوان مكتبي. انا لازم ارفع قضيه على الحكومه مطالبها بمبلغ تعويض ضخم. اوروبا، عارفه اوروبا؟ ايوه عارفه اوروبا. لو واحد مات له كلب في حادثه او تعور يرفعوا قضيه ياخدوا ملايين. وهنا بيعملوا ايه؟ هنا؟ خد التوكيل ده خليهم يمضوا ورجعوا خلال اسبوع. طب اجي لك المكتب نكتب لهم الجوابات ونبعتها من عندي. احسن برضه نبعت لك العنوان ورقم التليفون. اسمعني بس، مش هتندمي صدقيني. فكر. ايه اللي جابك هنا؟ سيف كان في الحادثة. انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ مين سيف ده يا ماما؟ ابنك؟ ايوه ابنها يا مصطفى. مالك اتسمرت كده ليه؟ هنقطع على بعض من دلوقتي؟ على كل حال ايش بعديه؟ ده مفيش منه راجع. لو سمحت، هو عنده كام سنه؟ سيف ابراهيم شوقي. ده عاوز منه ايه ده؟ عاوز اعرف بعض المعلومات عنه. انا اصلا المحامي بتاعه. طب ما عندك والدته ووالده الدكتور ابراهيم شوقي. يا عم طلع، هو انا هاخد الملف واهرب؟ انا هبص فيه قدامك وهمشي. امسك امسك ايه؟ امسك. ايوه بس دي اسرار. ما انا بقول لك انا المحامي بتاعه. انت تعرف حاجه عن الولد ده؟ في حد ما يعرفوش؟ ده واحد من ابطال الجمهوريه في التايكوندو وبيطلع الاول على المدرسه. ازيك دلوقتي؟ حضرتك مين؟ انا المحامي بتاعك. احسن كده؟ الحمد لله. حضرتك مين؟ انا اسمي مصطفى وانت اسمك سيف، مظبوط؟ عرفت منين؟ مش بقول لك ان انا المحامي بتاعك؟ واعرف كمان انك بطل العالم في التايكوندو، صح ولا غلط؟ صح. واول ما افك الجبس هسافر على اليابان. اليابان؟ ايوه. ليه؟ عندنا معسكر استعداد لبطولة العالم. يا جامد. انا قدام اتنين بس هما اللي في وزني، واحد من واجادوجو والتاني من اليابان، بس نتائجي احسن منهم. قول لي بقى، ما انتش محتاج محامي معاك يدافع عنك؟ سيف، انت صحيت امتى؟ ماما، الاستاذ مصطفى المحامي بتاعي. الاستاذ مصطفى خلف المحامي الدكتور ابراهيم شوكت. اهلا. ازاي دلوقتي يا سيف؟ الحمد لله. من فضلك يا استاذ مصطفى، احنا مش ناويين نرفع قضايا. ولو حبينا نرفع قضيه عندنا محامي العيله. فاطمة، عايز في كلمتين لو احكينا لو سمحتي. مفيش بيني وبينك أي كلام.
بس في اكتر من الكلام. يا دكتور يا دكتور. مين؟ دكتور ابراهيم؟ ازاي ما قلتلناش ان سعادتك هنا؟ اهلا وسهلا. مش معقول يا دكتور تسيبوا المرضى عرضه لاي حد يطفل عليهم ويرهقهم بالشكل ده. السودة المجشفة بتاعت امبارح تاني. دنيا قطعت قلبي. اله يقطع قلبك. امال عاوز مين؟ لقطة القشطة اللي هناك دي. ما تغلاش عليك يا سيد الرجالة. يلا المزاليكا مع العمدة. اظبط بتاعتي يا قبلتي. لا يا بيت العمدة عرض مستمر. حاضر يا قبلتي. وخلي بالك منه. من عيني. نص الحياة المصابين. في ثلاث حالات في الانعاش. ربك يسهل ويسلكوا. يا اخي قول اتنين يبقى رضا. الحقني يا استاذ، الحقني يا استاذ، مصيبة سودا طبت على دماغي ودماغي اللي خلفوني. ايه اللي حصل؟ بوليس الاداب قبض على البنات من غير مناسبة. غير مناسبة ازاي يعني؟ كانوا بيصلوا في الجامع والبوس قبض عليهم. ما كده مدبراها لما تتسمع خواطف العبش، ما انت عارفها. ونفس مهلية يعني. شوف يا اخي عدوك ابن طارق هم فين دلوقتي؟ في المديرية. زكي وايد راح اخد صورة من اذن النيابة بالقبض والتفتيش وبحضر التعريات. ودلوقتي يا ريس؟ ايوه. وانت سليمان تروح مجلس ضيوف الصبح بدري عشان اضيف المخدرات. طب والمستشفى مش هنمر على الحالات بتاعتنا؟ المستشفى الصبح انا وانت هنروح سوا. يلا يلا سلام. بقول لك ايه؟ ما تيجي تشرب لك كاسين تحت. الله، انت مش بتقولي البنات قبض عليهم؟ القبض ما يسلمش برضه، خيرك معقول. وما كانش فيه، علي تسلم عينيكي. يلا. يلا وريني جمال خطوتك وخد اللي وراك في دي. تصبح على خير. يلا. اطفي النور يا جمالات. حاضر. اطفي النور. كنت عارفه انك مش هتسيبني. مش هعرفك. قلبي قال لي. من امتى القلوب بتزق؟ المهم خدوا عليك. خدوا اولنا في البوليس لكن النيابه لسه. بيقولوا بكره. طيب الورقه دي فيها اسم واحد مقاول. قول ان كل بتحيوا عنده فرح في زيتون. ايوه يا استاذ بس ما بسش. احفظ الاسم وخلي زمايلي كلهم يحفظوا الاسم والعنوان. ايوه
اي غلط هيخبط الدنيا. طب وكلامنا اللي قلناه في البوليس؟ حطوه تحت الضغط والتهديد، وبعدين انا هبقى موجود معاكم وهما بياخدوا اقوالكم. مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش، احفظي الاسم والعنوان وحفظيهم لزمايلك. البوليس قبض عليك هناك في الزيتون، اوعي تجيبوا سيره بيت السكاكين ده ابدا، مفهوم؟ حاضر. سلام. استاذ. افندم. ما يحرمنيش منك. انت ايه، انا بتمشي في بيتكم ولا ايه؟ وانت اللي اشتغل معاك يعرف ينام يا ريس. اقف بينا على اول محل ورد. نعم. هنا هشتري ورد. انت عمرك ما عملتها، ايه اللي حصل في الدنيا؟ لما تشوف الاول. امال فين سيف؟ سيف مين؟ الولد اللي كان على السرير ده. ده مشي، اهله جم خدوه. خف؟ لا امال خدوه ليه؟ ودوه فين؟ انا ايش عرفني؟ انت هتعملي تحقيق؟ مين؟ انا يا فاطمه. صباح الخير. انا حاولت امنعه يا دكتور بس ما اعرفش دخلوه ازاي من البوابه. سيبني يا عم علي. اهلا وسهلا يا عم علي، لو سمحت. ازيك يا دكتوره؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ رجليا. قلت لك مفيش بيني وبينك اي كلام. انا قلت لك اللي بيننا اكتر من الكلام. سيف ابني يا فاطمه. لا. سيف تاريخ ميلاده المثبت في شهاده الميلاد 27/7/1977، واحنا سايبين بعض في 13/1/1977. يعني انت خلفتيه بعد 6 اشهر و14 يوم من طلاقنا. ولو انت فاكره انك قلتي لي قبل ما نتطلق انك اجهضت نفسك عشان ما فيش حاجه تربطك بيا، صح يا مدام؟ كل ده كلام فاضي. اي خدمه يا دكتوره؟ لا متشكره قوي يا عم علي. انت عارفه انه صح. انا مش عايز اكتر من انك تقولي انه ابني فعلا. سيف ملوش اي علاقه بيك يا مصطفى. انت السبب. انت اللي بعتيه وخبيتيه عني. سيف مش ابنك. كدابه، انا حسبتها كويس. ولو استمرت في الانكار هتضطريني الجا لاساليب تانيه. اعلى مفخلك اركبه، واسمع لو حكمت همسحك من الوجود مثلا، وانت عارف اني اقدر. بسلطه جوزك في الحزب والحكومه مش كده؟ وبتاريخك الاسود في النيابه اللي انطردت منها بتهمه الرشوه. لو ما بعدتش عن سكتي انا وابني هقلب اللي فات كله وهشتكيك في نقابه المحامين. حمقتك دي وخوفك بياكدوا ان ابني هو ده اللي كنت عاوز اعرفه في المرحله دي على الاقل. على اذنك يا بطل، انت فاكره الاسم ده؟ يا ترى جوزك بيناديك بايه؟ ارجع اطلع بره. ونجمة تحمر كده وطالع. بس بعد اذنك هاخد الصورة. لا مش طماع، انت عندك الاصل. سيبيلي الصورة. سلام وقف. يعني ايه الكلام ده يا استاذ؟ انا بدفع ببطلان القبض والتفتيش لانه بني على تحريات غير جدية، وما بني على باطل فهو باطل. ايه هو اللي باطل؟ انا بطلب من سعادتك معين مكان ارتكاب الجريمة المثبت في محضر اسمه فلس. وكمان عاوز شهادة السيد عثمان أبو يوسف المقاوي وورد شهادته ضمن محضر القبض والتحريات. اغفر المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه. وننتقل الآن لإجراء معاينة للمنزل محل الهيئة السابقة مع التنبيه على ضابط الواقعة لاصطحابنا لإجراء المعاينة. فتح المحضر بحضور الهيئة السابقة، السيد فتحي السيد محمود ضابط الواقعة، والسيد نصر عبد السلام أحمد ضابط القسم، وقد استدعينا شيخ الحارة السيد عبد الله عبد المنعم حسن للاستدلال على المنزل محل الواقعة. اكتب الأسامي ومضيهم. المنزل رقم 3 هنا حق عبد الله. ايوه بيه. الشقه محل الواقعه لمكان. قول تاني يا فندم، بلد الوش. مستحيل.
الاستاذ فين يا عم حموده؟ نايم. هو ده وقت نوم برضه؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي يا استاذ يا عبقري. الحمد لله على السلامه يا خاطر. انا عارفه انك انت قبلت القضيه دي علشان، وعارفه برضه انك عملت كل ده علشاني. ما كنتش اعرف انك بتحبني بالشكل ده. سامحني، اعذرني، انا غبيه. كلنا اغبياء يا خاطر. انا اذنك عشان عندي ميعاد دلوقتي. ايه مالك يا استاذ؟ مفيش. طب تحب اجيلك بالليل؟ ما تتعبيش نفسك، انا وعدت عليك عندي كاملات. عن اذنك. هو ماله يا عم حمود؟ علم علمك يا بنتي، لكن هو بقاله كام يوم كده مش طبيعي. يا استاذ مش اصول دي. يا استاذ رد عليا. يا استاذ، يا استاذ. انت ازاي تتهاجم عليا بالشكل ده؟ انا هطلبك البوليس. اطلبه. انت بلطجي. مش قدك، خلينا نتفاهم احسن. انا مفيش بيني وبينك اي تفاهم، ولو ما خرجتش حالا انا هطلب لك البوليس فعلا. عشان تقول لهم ايه؟ انك زورت في اوراق رسميه واستوليت على ابن واحد تاني ونسبته لنفسك. انت كذاب. للاسف مش صحيح، الولد ابني والورقه بيثبت كده. لو معاك اي اوراق تبقى مزوره وبيننا المحكمه. المحكمه دي لعبتي يا حضرت، حتى لو معاك الحق اقدر اقلبه باطل. لانك محامي وزر. بس مش اوسخ منك. بس انت متساوي ومتداري ورا واجهه سياسيه واجتماعيه بتلمع. الكلام ده لازم تتحاسب عليه. اخرس بقى واسمع الكلام اللي فيه المفيد. ده انا عندي سجل كامل بجرايمك وبلاويك. دي عينه منها. عمليات اجهاض غير قانونيه وغير شرعيه. 12 عمليه تم في العياده بتاع سعادتك. عمليه سرقه كلى الواحدة في بورسعيد من 14. الست اللي دخلت عيادتك تعمل عمليه كحت وماتت. بتاعت بني سويف. أهلها لما خدوها يغسلوها اكتشفوا انها من غير عينين. سعادتك سرقت عينيها وبعت القرنيه. ولما جولك ان هوت وحبوا يعملوا فضيحه سيادتك ضحكت عليهم ب 2000 جنيه. مالك كحت ومالك قرنيه يا دكتور؟ انت عاوز ايه؟ الناس دول عاوزين يجددوا الموضوع. انا اتصلت بيهم مقتنعين انهم يرفعوا قضيه. وهكسبها لهم. ايه رايك؟ تحت امرك. عاوز مني ايه؟ تبعد عن سكتي وتدي اشاره. انا عايز اشوف ابن وقته. انا لغايه دلوقتي ما قلتش اخده، بس يمكن اغير رايي بعدين، الله اعلم. تعيط؟ صورتي قدام فاطمه والولد والحزب. لو المعلومات اتعرفت ده. ما تخافش، المعلومات دي مش هتظهر الا اذا احتجت لها، وانت تقدر تخليني ما احتجلهاش. سيف فين؟ عندي في البيت. يلا انزلي. انا عايز افهم انت جايبني هنا ليه؟ انا عارف ان زوجك حلو وعاوز تساعديه. ايه رايك؟ مش ممكن. انت جرالك ايه؟ الحاجات دي عشانك؟ يعني الالوان دي تمشي عليا؟ اوعى تكون بتحب. الظاهر كده. ايه رايك؟ لا الحكايه دي عايزه تفكير. تعالى بقى لما ننقي لك كام طقم على بعضه. بس ما يهمكيش الفلوس. ماشي. ايه رايك؟ ياه، عارف بتفكرني بايه؟ بايه؟ بايام ما كنت طالب في الجامعه. فاكر؟ يعني ايه يجي يزوره هنا يا ابراهيم؟ ازاي تسمح له بكده؟ لازم نوطي شويه للريح لحد ما نشوف هنعمل ايه. تحرياتي بتقول ان الراجل ده مش سهل ممكن يعمل لنا دوشه حقيقيه. سايسيه شويه لغايه ما انا بنفسي اتصرف. طب وسيف؟ هو علشان كده بقول لك سايسيه؟ انا مش مطمنه. ولا انا. بس لازم نلم الموقف لحد ما نتصرف صح. خلاص؟ الظاهر ان هو ده. الدكتور ابراهيم موجود؟ اهلا وسهلا يا استاذ مصطفى. انا مضطر اسيبك علشان عندي شغل. البيت بيتك طبعا. شكرا.
مفيش. انا هفهمه ان صديق العيله، صديق قديم للعيله والمحامي بتاعه. مش عارفه اصدقك ولا لا. انا مش ممكن اضر ابني يا دكتوره فاطمه. طيب هو فين؟ اتفضل. سيف، في ضيف بيسال عليك وعايز يشوفك. مين يا ماما؟ انكل مصطفى. اهلا 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 اهلا. ازيك يا الحمد لله. انكل مصطفى جاب لك الورد ده يا سيف. الله، انت عارف ان انا بحب الزنبق. طبعا اذنكم اشيله في الباص. ميرسي قوي يا انكل. ما بقاش حكايه انكل دي بقى. امال اقول لحضرتك ايه؟ قول لي ايه رايك تقول لي يا مصطفى وانا اقول لك يا سيف. هو انا مش متعود على كده. لكن لكن ايه؟ مش بين اصحاب؟ اه. طيب في حد بقى يقول لصاحب حضرتك هو انكل الحكايات دي؟ تكسب يا يا ايه؟ يا مصطفى. مصطفى، ممكن تساعدني؟ استنى استنى، تعال استنى. عايز اروح عند المكتب. مش هطلع عليك؟ لا، انا عايز بس اوريك حاجه هناك. طيب انا بس هسألك. اوبا، اجمد يا كابتن، اجمد يا بطل. ايه ده؟ ده كمبيوتر. تعرف تلعب عليه؟ العب ايه؟ هو ده لعبه. اديني بيانات. بيانات ايه؟ اسمك وتاريخ ميلادك وسنة تخرجك واسم مامتك وباباك والبلد اللي انت دلوقتي فيها، كل البلد بتاعتك. ليه كل ده؟ اصل انا بقى مخزن معلومات عن كل اصحابي في كل الدنيا. انت هتبقى رقم 1236. ها؟ موافق؟ طبعا. إنها ليست قضية مدرسة أو مجموعة من التلاميذ أوقعهم حظهم التعس في قبضة سائق متهور، أو صدفة عمياء أودت بحياة 20 فتى وفتاة من أنبه أبنائنا. القضية أيها السادة أخطر من ذلك بكثير. إنها قضية بلد بكامله نخر السوس أعمدته وأوشك بنيانه على السقوط. فإما أن تمتد الأيادي وتتشابك لتعمل معا، أو فالمصير غريب وموحش. لو حدث أو وقع مثل هذا الحادث في أي مكان في العالم يحترم فيه الإنسان لاستقالت الحكومة على الفور ولحوكمت وأدينت لقاء إهمالها. أيها السادة، الفرصة ما زالت في أيدينا ويجب ألا نفلتها. وطالما السادة الوزراء المسؤولين عن النقل والتعليم وخلافه ممن لهم علاقة بهذا الحادث المروع الذي نحن بصدده، طالما أنهم لم يهتز لهم جفن ولم يقدموا استقالتهم حتى الآن، فأنا أختصمهم بصفتهم وبأسمائهم وأطالبهم بالمثول أمام عدالتكم كمتهمين والتحقيق معهم. استاذ مصطفى، انت فين هتختصم الوزارة؟ ايوه اطلبهم في المحكمة هنا. هتوجهلهم فيهم ايه؟ الاهمال والتقصير في اداء واجبهم. خلاص خلاص، صدقتوا الكلام ده؟ دي فرقة حتى الهوا. بطلوا بطلوا. خلاص يا جماعة، الاستاذ تعبان. انا خايف الضغط الاعلامي على القضية يفتح عيون الناس كلها علينا. ولسه هيفتحها. اتفرجوا الاخبار كاتبة ايه؟ قلبين علينا الدنيا. بيقولوا ان شركات التامين بتدفع 30 مليون جنيه في السنه تعويضات، وقال ايه؟ بيروحوا لمحامين التعويضات واهل الناس ما بيبقوش منهم حاجه. وسعادتك عايز تقلب علينا الحكومه، هي العصر. صحيح يا مصطفى، هي حكايه الوزراء دي صعبه شويه. هو التلويح بيها مهم عشان زياده مبلغ التعويض، لكن انا شايف انا رايي ان احنا نطلع الحكومه من الموضوع ده خالص. صندوق يا جماعه. في رايح فين؟ حسن تعبان شويه، عاوز سنايب. الورطه اللي انت ورطتنا فيها. استاذ خالد، لو مش حابب تستمر اسحب القضيه بتوعك. استنى. ايه مالك؟ قلت لي تعبان.
طب انا عامله عندي قاعده الليل، هتيجي ولا لا؟ بمناسبه ايه؟ عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب. هتيجي. ادخل. مساء الخير يا كابتن. لا 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 ازيك؟ ايه ده؟ لا يا سيدي بقى بدل عكازات عشان تخرج وتمشي وتشم شويه هواء. طب سعيد. لا خليك خليك انا هساعدك. ايوه هوبا. على مهلك على مهلك. ايوه مش تعرفنا على صاحبتك؟ انا اسف ياسمين مصطفى. اهلا اهلا وسهلا. زميلتك في المدرسه؟ لا احنا جيران. ده بيمشي ازاي ده؟ امسك كده بتاع غلط. طبعا مش بلعب تايكوندو. طب شوف يا سيدي هتلف. ايوه تطلع على طول بقى وبايديك. ايوه ها حاول بقى بايديك الشمال. ايوه عشان تخش يمين. ايوه وعلى طول. ايه رايك؟ برافو. ميرسي يا مصطفى. ما تشكرنيش على حاجه ابدا تاني يا سيف. ليه؟ ما اعرفش. ما تشكرنيش وخلاص. بقول لك ايه؟ معاك عربيه؟ معايا. طب يلا بقى كده. لا انا خاف عليك من الخروج دلوقتي. ليه؟ ده انا فاضل لي اسبوعين بس افك الجبس وبعدين ده الحبقه في العربيه او على الكرسي. وبصراحه بقى انا كنت عازمها قبل الحادثه عشان اخش السين ودلوقتي في فيلم سبيلبرج ولازم اشوفه. فيلم سبيلبرج ده؟ ده مخرج بيعجبني قوي. شفت انديانا جونز والمعبد الملعون وايتي؟ انا شفت كل افلامه وكنت خايف فيلمه الاخير ده يتشال قبل ما اشوفه. طب بلاش يا سيف. انا عازمك انت وعازم ياسمين. انا قبل العزومه بس انا خايف ماما تزعل. بالعكس ماما هتفرح جدا لما تعرف ان انا شفت الفيلم ده. يلا بقى انتوا لسه واقفين. يلا ليه الحفله في 6:30؟ يلا بينا. يلا ياسمين يلا. ياخده ويخرج معاه. انت مش عارفه ان هو تعبان بصراحه بقى يا دكتوره. تسيفه ولا صمم على انه يخرج. والاستاذ مصطفى ما كانش راضي. ما كنتش توافقي. وكمان العقودات بتاعته هنا. خرج بايه؟ لا ما هو جاب له كرسي بعجل. كرسي بعجل كمان؟ والله عارف دي الحكايه زادت عن حدها. يا ابراهيم يا ابراهيم. ايوه يا فندم. في ايه؟ ايه ده؟ انت خارج وسايبني في الورطه دي؟ انا هعمل لك ايه؟ عندي شغل. شغل؟ اعمل اي حاجه ان شاء الله حتى تبلغ البوليس. روحي كلمتي. أنا قلت لك إن ده محامي قذر ممكن يبيع أبوه وأمه علشان يكسب قضية. نقوم نسي ابن أمتنا. عارفة كويس يا فاطمة إن ده ممكن يضرنا. يعني إيه؟ نخدعه بالشكل الحقير ده؟ لا بس نسايسه بقى لغاية ما نشوف لنا مخرج من الورطة دي. عموما أنا اتصلت بمحامي كبير قوي وكلفته يشوف لنا حل. اطمني 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 خالص. الولد زمانه راجع مع أبوه. قلت لي المخرج اسمه إيه؟ اسمه سبيلبرج. ستيفن سبيلبرج. تعرف يا سيف انا ما دخلت السينما بقالي قد ايه؟ ها؟ اكتر من 15 سنة. اخر فيلم شفته في السينما كان اسمه زد. كنت انت لسه ما اتولدتش. الفيلم ده بالذات انا شفته مرتين لان ماما بتحبه قوي. ماما بتحب الفيلم ده؟ بتقول ان هي شفته زمان ومش قادرة تنساه. لدرجة الفيلم حلو. ده أول فيلم سياسي صريح وعلى المستوى الجماهيري ناجح جدا ودي تاني مرة يتعرض بنا على طلب الناس. شوف الناس قد إيه. بعد الفيلم ما يخلص هنروح المطرية إزاي؟ لو ما لقيناش مواصلات نبات عند السيف في باب اللوب. ياه ده أنت مشينا خالص. وصلت لغاية فين؟ المطرية. هو أنت المطرية؟ زمان أيام زمان. ماما برضه قالت لي إن هي كانت ساكنة في المطرية زمان. تحبوا تتعشوا فين؟ لا بلاش النهاردة لأحسن ما تقلق عليا. ماشي يا عم سيف. شفت فيلم لسبيلبرج يا ماما لكن يجنن. ازيك يا سيف؟ الحمد لله. ظهرك ما تعبكش؟ لا الحمد لله ده البيت كويس خالص. شفتي مصطفى جاب لي ايه؟ مصطفى حاف كده؟ خلاص بقى ما احنا بينا اصحاب ولا ايه؟ طب اتفضل اتفضل على اوضتك.
مش هتقدري يا ماما. مصطفى يا مصطفى، تعالى يا مصطفى، يا مصطفى. الله الله، البطل. تصبح على خير بقى. انا مش جاي اليوم دلوقتي، لو تحب تقعد معايا. لا معلش انا همشي عشان عندي محكمه الصبح لازم اقوم بدري. ماشي ماشي. ايه ماشي دي تعلمتها منين يا سيف؟ اسف. ماشي تصبح على خير. ايه ده اللي بتعمله ده؟ ازاي تسمح لنفسك تخرج الولد وهو لسه تعبان؟ انت غلطت انك خرجت الولد من المستشفى يا فاطمه. وانت مالك انت؟ مال ده هدابني. لا زي ما انت عايزه، كلام ده مش هيغير حاجه من الحقيقه. تعرف لو ما بعدتش عنه والمصحف الشريف والمصحف الشريف، لا احكي له على كل حاجه، هقول له انك اترفدت من النيابه بتهمه الرشوه. ومش كده وبس، هاخده المحكمه يتفرج عليك وانت بتترافع في قضايا المخدرات والدعاره. سيف رجعني لايام زمان مره واحده يا فاطمه، ايام المطريه والسينما مترو وفيلم زد. قال لي انك بتحب الفيلم ده، فاكره؟ من فضلك يا مصطفى قدر الموقف كويس. اذا كنت حقيقي بتحب سيف لازم تبعد عنه خالص وتجنبه موقف ممكن يزلزل حياته كلها. وبعدين ايه اخره اللي بتعمله ده كله؟ مش عارف. لكن انا عارفه هتاخده تضيعه وسط تجار المخدرات وبتوع الدعاره والسكريه. اسمع يا مصطفى، انا ضيعت عمري كله عشان الولد ده، اعلمه واربيه كويس ومش ممكن اتنازل عنه. انت فاهم؟ فاهم. الاحسن ليك وليا انك تخرج من حياته خالص يا مصطفى. عشمي تشافك. تعيش يا بلاطون. ما في سقراط؟ سقراط في أجازة النهاردة. فينك من زمان يا أستاذ؟ خير يا استاذ؟ طبعا مش فاكرني. وهتفتكرني ازاي؟ ما انت بقالك 3 سنين ما شفتنيش. الاستاذ محجوز يا مريم، حل عنه وخليكي مع زبوني. اقفل بقك انت يا برع، انا بتكلم مع المحامي بتاعي. افتكرتني يا استاذ؟ عايزه ايه؟ انت رفعت لي قضيه تعويض عن جوزي اللي مات في حادثه الموتوسيكل تحت الاوتوبيس، فاكره؟ اه في بعدين. المحكمه حكمت لي ب 15,000 جنيه تعويض، بلعتهم في كرشك، صح؟ لا مش صح. انا ست محترمه بس للاسف عندي ولد وبنت، كان نفسي اربيهم كويس لكن انت بقى مرضتش. معاش الراجل ما بياكلش العيال طوب. انا قلت ال 15,000 جنيه دول هيعملوا حاجه لكن انت كلتهم كلهم وما اديتنيش منهم ولا مليم. بعدين يا برا، يا حد يشيل البنت دي من هنا ولا مش عايزين نجيبها؟ لا كده يا مصطفى يا خلف، روحوا على المغرب يا سيد. يلا انت سيبت مصيبه يا مصطفى. مالك؟ هي البنت دي كانت عايزه منك ايه؟ مفيش، انت خلصت؟ اه. على فين؟ ما هطيرها اكتر ما هي مطيره. يا
ليه؟ معلش انا اصلي كان عندي قضيه مستعجله. اقدم لك راقصه المثقفه خريجه الجامعه، عضوه في اكبر شبكه دعاره في البلد. انت اتجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ ايه؟ انت عارف مين موجود هنا؟ عارف عريس الغفله اللي بترمش بدك حواليه. الفراوله بتاعي الفراوله. الفراوله بتاعي الفراوله. تقوم تجيب واحده معاك كده. مالها؟ دي احسن واشرف منهم كلهم. وبصراحه احسن واشرف منك انت. مصطفى ارجوك ما تضوقش الليله. ومين قال لك انها هتضوق بقى؟ مين قال لك؟ هوريك انتوا عريس الغفله بتاعك. استنى. اسمعوا يا جماعه. النهارده هنحتفل بعيد ميلاد سامية للمرة الخامسة السنة دي. أقدم لكم أجمل وألذ وأطعم وأنقح رقصة في الشارع محمد علي باشا. الرقصة اللولبية خاطر. تحبوا تتفرجوا عليها؟ طيب يا مصطفى، وتقول لهم اني بحتفل بعيد ميلادي للمرة الخامسة؟ شفتي خمسة ولا عشرة واحد واخد باله، ده عالم مصبح من كلها. ما تيجي رايح نروح فيها عشان البطن وجعاني وعايز حكيم. انت اكيد اتجننت. مصطفى مستنيك من بدري قوي يا استاذ. حضرتك عايز ايه بقى؟ انا حضرت المرافعه بتاعت حضرتك في المحكمه وحافظها عن ظهر قلب. طيب الاقي عند حضرتك وقت بقى نتكلم فيه؟ لا ما عنديش وقت انا. ارجوك يا استاذ معلش انا مش هاخد من وقتك كتير. بقول لسعادتك انا مستنيك من المغرب. الله يخليك ويطول في عمرك. ده انا حتى ما اتعشتش. عامل عايز ايه يعني؟ حضرتك اثرت قضيه ضخمه في المحكمه، هل انت متمسك بها؟ امال يعني تفتكر اني عاملها عيا على مؤاخذه؟ يعني المساله مش مجرد مناوره لزياده مبلغ التعويض؟ لا بس حضرتك اترفعت في قضايا تعويض كتير قبل كده. بس القضيه دي مختلفه. وايه وجه الاختلاف اللي فيها؟ مش ملاحظ ان انا مش فاضي الكلام ده دلوقتي؟ اتوقع اقعد دلوقتي وبعدين نكمل كلامنا بعدين. يلا خلي في حالك. يا استاذ حلمك عليا، انا جاي اساعدك. تساعدني؟ ده موضوع خطير ما تقدرش عليه لوحدك. لازم حد يسندك. ما تجيب من الاخر يا بيضه. انت عايز ايه بالظبط؟ الحزب بتاعي بعتنا عشان اتفاهم معاك. احنا مستعدين نقف وراك ونمولك بالمبلغ اللي انت عايزه عشان تكمل القضيه للاخر وما تتراجعش فيها. ها ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا استاذ؟ يلا يا حبيبي وريني كمان خطوتك احسن ما اشتمك بالاب والام والكلام الوحش ده. يلا مش هتقدر عليهم لوحدك. انت مش مقدر الموقف. ما تنساش تاريخك اللي الناس كلها عارفاه. مفيش حاجة يا حمود. خش نمت. مش هتعشى؟ لا. سيدي القاضي، أصبح من المعروف أن القضاء المصري هو الحصن الباقي والأخير. فأنا أهيب بعدالتكم ألا نفلت من أيدينا هذه الفرصة. وإذا كان السادة الوزراء قد رفضوا المثول أمام عدالتكم
فهذا يعني أنهم لا يحترمون القضاء. هدوء هدوء يا أستاذ، نتكلم في موضوع القضية أحسن. هذا هو موضوع القضية. سواق الأتوبيس وعامل التحويلة ليسوا أكثر من أدوات يحركها نظام كامل. سيد القاضي، أنا مصر على مطلبي باستدعاء السادة المسؤولين الحقيقيين عن المأساة لاستجوابهم، وشكرا. تأجل القضية لجلسة 25/9. رفعت الجلسة. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان همشي الشوط لنهايته. عشان توصل لايه؟ لازم المسؤولين الحقيقيين يتقدموا للمحكمة. عاوز الحكومة تستقيل. ده اللي بيحصل في اي دولة متحضرة. الحق معانا ولا لا؟ احنا ملناش دعوة اذا كان الحق معانا ولا لا. احنا لينا دعوة بالتعويض. وبعدين انت فتحت جبهة صعبة قافلاها. سامية، انت عندك فلوس قد ايه؟ ليه السؤال ده؟ معلش رد عليا. الحمد لله مستورة. بلاش نكسب القضية دي وخليك معايا. اقنعني. مش هعرف، بس حاسس انها قضية عمري. اول حاجة تعطل الطريق من زمان اوي يا سامية. مراهقة متأخرة؟ صاحبة الموت. انت نسيتي القضية اللي كنت بترفعي فيها زمان يا سامية؟ نسيتي قضية عمال السكة الحديد والوقفة اللي وقفتيها معاهم، والاسبوع اللي بيتيه وسطيهم وهم عاملين اضراب؟ نسيت قضية عمال الكوك والغزل والنسيج؟ اسمع مصطفى، مش بعد العمر ده جاي تصحيلي اللي فات. اللي فات مات واندفن. دلوقتي احنا متشربكين في حياة انفرضت علينا فرض وما نقدرش نغيرها. لا نقدر. طز فيك وفي الكلام اللي قلته واللي هتقوله. القضية دي احنا هنكسب منها مليون جنيه على الأقل، وأنا ولا جماعة اللي معانا مش هنتنازل عن مليم منهم. وخلي بالك ان الغالي دلوقتي هيشاهم عنك بالعافية. قلت ايه؟ هتتراجع عن موقفك ولا لا؟ لا يا سامية، مش هتراجع. في الحالة دي أنا مضطر أدافع عن مصلحتي. على إذنك. أفندم، أنا عندي ميعاد مع الدكتور خيري محمود المحامي. الأستاذ خيري محمود المحامي. انتوا عاملين ده يا استاذ؟ انتوا بتهرجوا؟ اخير يا فندم. ايه القضيه الهبله اللي انتوا رافعينها وطالبين الوزراء يحضروا في المحكمه؟ يا فندم مش انا، ده الاستاذ مصطفى خلف. انت مش مشترك معاه انت وثلاثه تانيين؟ ايوه يا فندم، بس كلنا مش موافقين على اللي بيعمله ده. اطلع مين اللي اسمه مصطفى خلف ده؟ قدرتش ما بقاش موجود وهو بيفك الجبسة. قريت المرافعة بتاعتك في الجورنال. عجبتك؟ مفيش أسهل من الكلام. لو كان الكلام بفلوس كنا بقينا أغنى دولة في العالم. المرة دي مش كلام بس يا فاطمة. مش هيسألوا فيك. يبقى عملت اللي عليا وريحت ضميري. هو لسه عايش؟ أنا نفسي شاكك في الحكاية دي. هي إيه الأخبار؟ للأسف يا دكتورة، يمكن لما يكبر نقدر نعمل له عملية يلتئم فيها العظم، لكن دلوقتي صعب المخاطرة. على كل حال هو لسه صغير، وأكيد لما عظمه ينمو ممكن يتعالج. يعني ايه؟ يعني بلاش اي مجهود عضلي ويعمل علاج طبيعي لمدة 6 شهور. مفيش اي طريقة يا دكتور؟ احنا ممكن نسفره بره يتعالج. للأسف يا دكتور وريم، ولا له لازمة. لو ما جادش نفسه وواظب على العلاج الطبيعي هيبقى كويس.
غلط. الحركه دي كان لازم اتوقعها بملعبها واعمل احتياطي ليها كويس. المباراه دي انت غلبت فيها ولا غلبت؟ لا غلبت طبعا. ينفعني كده؟ اصل دي اخطاء غبيه مش لازم اقع فيها في الماتشات الجايه. اوريك بقى اللاعب بتاعه واجادوجو عشان تشوف الفرق بين الستايل بتاعه والستايل بتاع الياباني والستايل بتاعي انا. كفايه ماسيا. إيه انت زيت ولا ايه؟ لا بس ايه رايك بقى نخرج نشم هوا؟ عندي فكره، تيجي نروح النادي؟ اشمعنى؟ الكوتش بهناك دلوقتي، يلا بينا. يلا بينا. استنى يا سيف، انا مش عايز اروح نوادي. انا قصدي نخرج نتفسح. يا عم مصطفى نتفسح ايه في وقت ده؟ هو ده وقت فسح؟ ده المعسكر بعد 15 يوم. ولازم اطمن على الورق جاهز ولا لا؟ انت عندك علاج طبيعي لمده 6 اشهر. 6 اشهر؟ يعني ايه؟ يعني مش هتقدر تروح المعسكر ده. ازاي؟ ده من غير المعسكر مش هقدر اشترك في البطولة. مش مهم البطولة دي. ممكن اعرف ايه الحكاية بالظبط؟ مفيش حكاية. لا في! من ساعة ما شفت جبس وعصبك ومخبين عني حاجة. اسمعوا يا مصطفى، أنا مش عيل صغير، أنا ممكن أفهم كويس. سيفي حبيبي، ما تزعلش نفسك على كده. مش هعمل بطولة لآخر بطولة. ما عادش زعلت. أرجوك سيبوني لوحدي، سيبوني لوحدي. أنا خايف الولد يجيله انهيار عصبي يروح مني. الولد لازم يحصل له عملية إحلال. يعني إيه؟ لازم يكون عنده هواية تحل محل الأولانية اللي ما بقاش يقدر عليها. تديله الإحساس بالقوة والتحدي وتتناسب مع إمكانياته. يا دكتور بقول لحضرتك ما عادش يقدر يمارس أي رياضة. مش لازم رياضة عنيفة. زكي زكي ايوه ايوه تعالى ملعبك دور ادي البصل لحموده وتعالى لا تعالى علمك خط نابليون يا عم بلا نابليون بلا هتلر انا بس كنت عايز اعرف حاجه مهمه قوي انت حقيقي ناوي تقف قدام الحكومه انا ناوي اعمل الصح واصمم عليه مره في حياتي احنا لو عملنا الصح مش هنلاقي ناكل يا ريس محدش بيموت من جوع تعالى العب تعالى ماليش فيها يا ريس انا ليه في الكره الشراب البيلي السبع طباط انما لعبه ولاد الزواد دول لا مؤاخذه سامحني بعد الاطلاع على أوراق القضية وطلبات الدفاع حكمت المحكمة برفض الدعوة وإلزام رافعيها بالمصروفات وأتعاب المحاماة رفعت الجلسة استعمل لوحدك انا شخصيا منسحب بالتوكيلات بتاعتي وانا كمان منسحب وانا كمان انا كمان منسحب كفايه عليا التوكيلات اللي معايا يا ابني مهما عملت هيرفضوها برضو وانت عارف كده
انت هتعملي فيها بطل قومي؟ ما تفوق بقى، ده الدكتور عبد النور حضر بنفسه النهارده، عايز ايه اكتر من كده؟ ما تخليكي حلوه امال، انت مش اخترت السكه التانيه؟ في ايه يا زكي؟ دول اهالي الولاده يا ريس. واقفين كده ليه؟ العمليه كده شكلها هيوسع وهتقلب بضلمه. زوغ انت وانا هتصرف. تعالى. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ. نعم. احنا عاوزين نلغي توكيلاتنا من الاساتذه التانيين، وعاوزينك انت تترافع عن ولادنا. روحوا ايه ومزاج وسخوا التوكيلات دي في الشارع العقاري. ربنا يكتر من امثالك يا ابني. وقد اصر الاستاذ مصطفى خلف المحامي على الاستمرار في القضيه مختصما الوزراء والمسؤولين عن الحادثه، فهو يرى ان المسؤول عن حادثه اتوبيس الموت ليس سائق الاتوبيس او عامل التحويله، بل النظام باكمله. يعني ايه النظام يا بابا؟ يعني الوزراء والحكومه والمؤسسات اللي بتحكم. كنت فين المده دي كلها؟ كنت بتمرن عشان اغلبك. في ايه؟ في الشطرنج يا فندم. انا عارف ان الصحافه زودتها شويه، والخوف ان القضيه تتحول لقضيه راي عام، لكن اطمن سعادتك ما تشيلش هم. ان شاء الله قبل ميعاد الجلسه كل حاجه هتكون منتهيه. تحت امرك يا فندم. مع السلامه. هو الولد ده عايز ايه بالظبط؟ كل الجرايد كاتبه يا فندم، حتى الجرايد القوميه. الموضوع ده لازم يتلم بسرعه. القضيه فعلا بقت قضيه راي عام. هاتوا لي الولد ده. عايز اقابله بنفسي. ممكن اعرف احنا رايحين فين بالظبط؟ هنقابل الدكتور عبد النور. ودكتور عبد النور مش مكتبه في وسط البلد؟ لا، ما هو بيصلي المغرب هنا كل يوم ويفضل بقى مستني لحد صلاه العشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا بيك يا دكتور. أنا سمعت عن نباتك وشطارتك كمحامي. ليه شرف إن كنت تلميذ سعادتك في كلية حقوق. ما شاء الله ما شاء الله، على كل ده حيسهل الأفهم. تحت أمرك يا فندم. أنت عارف يا ابني إن أنا وكيل الاتحاد العام لشركات التأمين، والمحامي الشخصي لرئيس الوزراء ولعدد كبير من الوزراء والقيادات. أنا ما كنتش عارف كده يا فندم. هي دي الحقيقة. عشان كده هتكلم معاك كمحامي زميل، تهمه مصلحتك قبل أي حاجة تانية. ده يشرفني يا فندم. طب احنا بقى عايزين نتكلم في موضوع القضية اللي أنت مستأنفها ومختصم فيها عدد من الوزراء. خدك شوية ينسون يجلس صدره ويفتح الشرايين. أحسن من الشاي والقهوة. عايز توصل لايه في القضية دي؟ للعدل يا دكتور. العدل اللي اتعلمناه وآمنا بيه ودعيت له الأديان كلها. عظيم. طب إيه بقى العدل في إنك تختصم الوزراء في قضية زي دي؟ المتهم فيها معروف ومحدد بلا أي لبس. قصدي حضرتك سواق الأتوبيس وعامل التحويلة؟ أو حد هيئة السكك الحديدية نفسها. أنت عرفت إنه الكشف الطبي على السواق اتضح إنه كان متعاطي مخدر. عارف. عارف انه مذنب ولازم ياخد جزائه، بس مش هو لوحده. طبعا هو وعمل التحويله ملاحظين السنافرات يا فندم. ارجوك افهم، الاتوبيس ما دخلش في القطر كده من نفسه ولا حتى صدفه، فيه مسؤول ورا ده كله، هو اللي وصل مزقنات القطر انها تكون من غير اشارات.
وهو اللي خلى سواق الاتوبيس المفروض انه مسؤول عن ارواح البني ادمين ياخد مخدرات. وده بيحصل في اي مكان في العالم. ايوه بس يبقى في حساب وتتحدد المسؤوليات بدقه، كل واحد يأدي واجبه، ولما يحصل الخطأ يبقى معروف مين بالظبط المخطئ وتحاسب. يعني انت عايز وزير النقل يعدي بنفسه على الصنافورات صنافور صنافور ويطمن ان الاشارات شغاله؟ لازم يبقى فيه مسؤول حقيقي، مش كبش فدا يتحاسب وياخد جزاؤه. المسؤول عن وسائل النقل في البلد هو وزير النقل، مش عامل مزلقان. والمسؤول عن تأمين حياة تلاميذ المدارس وحمايتهم هو وزير التربية والتعليم، مش سواق اتوبيس الرحلة. والمسؤول عن الاثنين رئيس الوزراء. القضية لازم تطرح كده، اللي راحوا بني ادمين، بشر، ارواح بريئة ملهاش ذنب. لو المسؤولين عن ضياعهم اتحاسبوا وخدوا جزائهم هيفكروا الف مرة بعد كده عشان ما عاش خطأ او اهمال مشابه. الاهمال لما يوصل للدرجة دي يبقى جريمة بشعة لابد من التحقيق فيها. ما تيجي ننسى الكلام الكبير ده شوية. حضرتك علمتهولنا في الكلية وكتبت في كتب. البلد مش مستحملة هالذات. البلد مش هتتقدم الا بمواجهة اخطائها. مش عيب ان احنا نبقى بلد متخلف، لكن العيب الحقيقي ان احنا نحط راسنا في الرمل ونواجهش التخلف ده. اذا كان حد قلبه على البلد دي بصحيح لازم يقف يحاسب ويتحاسب. مش هتقدر تستمر في القضية دي للاخر. ربنا يقدرني واستمر. مصطفى، تاريخك الاسود هيثار في المحاكم وينشر في الصحافة. فرصة اتطهر منه. اسهل حاجة ممكن يستف لك قضية تروح فيها وانت عارف. مخدرات برضو؟ ترى نفسك يا ده. انت حاطط حشرة افعصها بايدي من غير ما حد يحس بيها. هل انت عارف اللي بتعمله كويس؟ عارف. لا ما انتش عارف. انت هتفتح على نفسك وعلينا طاقات جهنم. عارف كم بيت عايش من ورا حكايه التعويضات دي؟ عارف كم اسره عايشه عليها؟ هتقف قدام جيش طويل عريض ملوش اخر. وهتقف لوحدك. وحضرتك تبع مين بالظبط؟ الوزراء ولا محامين التعويضات ولا شركات التامين؟ غبي وجاهل ومغرور. هي كلمه واحده هقولها لك. ابعد عن القضيه دي. مش همنعني عنها غير الموت. تقليل الادب. الفيل هيطير لو حركت الحصان. واللي بيهددها؟ الوزير. انت ما بحبش اللعبه دي. التجربه غلط وسخيف ومش غير معنى واحد، انك ضعيف ولسه بقيتش راجل. الراجل ما يعيطش ولا ينهزمش، ممكن يقع مره واتنين لكن يقوم ويقاوم، ولا بقاش راجل ولا يستحق اللقب ده. ممكن اعرف انت قاعد لحد دلوقتي؟ وباي حق بتكلمني بالطريقه دي؟ حق الصداقه. احنا مش اصحاب؟ انا مستغني عن الصداقه. والكرسي بتاعك اهو. خلاص انا استغنيت عنك. تعالى يا حبيبي. سيف. اه ارجوك يا ماما سيبيني لوحدي. يا على كل حال انا اسف اني كنت جرحتك، بس لازم تعرف انا قلت الكلام ده بس عشان بحبك، وبحبك اكتر من اي حاجه في الدنيا، وخايف عليك. ايه؟ اوعى. تعالى يلا. في ايه؟
خدوه. طه 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 ما تتعبوش نفسكم. انا جاي جاي جاي. طب تدوا يا انتوا صعبانين عليا. اشمعنى؟ انتوا تعرفوني قبل كده؟ في بالي منكم حاجة؟ لا. تضربوني ليه؟ يا شغل يا سيد. يلا يا اخوان انت وهم تتمشى. ياه عشان شافك يا درش بقالنا سنين ما تقابلناش. فاكرني؟ انا اقدر انساك يا حضره النقيب. لا نقيب ايه بقى؟ انا دلوقتي عقيد وعقيد قديم كمان. ما شاء الله شفاخ الدنيا ما فيش حاجه بتفضل على حالها. لكن انت رجعت لشقاوه زمان يعني. امر الله بقى. لا بكلم جد يا مصطفى. انت في موقف صعب. صعب جدا كمان. انت عايز يا صبحي؟ المرة اللي فاتت لفقتولي تهمة الرشوة وخليتوني اسيب النيابة بفضيحة. انت بقيت محامي مشهور وشغال والقرش جري في ايديك، ايه اللي رجعك تاني؟ باب التوبة مفتوح يا اخي. تقوم تورط نفسك في تنظيم ارهابي الهدف منه قلب نظام الحكم. اهي المنشورات اللي ظبطناها في بيتك. تنكر؟ انا ما عنديش حاجة اخاف عليها يا مستعد اموت. في سبيل ايه؟ انقذ ابني وابنك. انت هتطلع الصخر؟ رايح فين؟ رجالتك منتظروني مش لازم اتاخر عليهم واخد من جد. شافك. تعرفي الأنسة خواطر؟ أظن تقابلنا مرة قبل كده. كان في عيد ميلادك الأخراني مش كده؟ أظن. قهوتك مظبوط على ما أذكر صح؟ كل اللي بتعمله ده غلط ومفيش منه أي فايدة. اسمعني، الموضوع عدى مرحلة الهزار ودخل في الجد. ما تعملش بطل في معركة خسرانة. مين قال لك انها خسرانة؟ أنا بقول لك كده، أنا عارفاهم أكتر منك. لو عارفاهم ما كنتش قلت انها خسرانة. اللي بيعملوا ده معناها انهم خايفين وبتخبطوا. وإن أنا على حق. أنا مش قادر أفهم أنت بتعمل كده ليه؟ لو عندك ولد أو بنت راحوا في حادثة زي اللي فاتت دي، كنت فهمتي. وأنت إن شاء الله عندك؟ أيوة عندي. شوفي إيه رأيك؟ ده الولد اللي كان في المستشفى 14 سنة يا سامي. عندي ابنه معرفش، ويوم معرف يعجزه. يعني أمه اللي كانت معاه دي؟ دي فاطمة مرات الأولانية. إيه رأيك؟ ما يستاهلش أعمل عشانه اللي بعمله ده؟ إيه رأيك خواطر؟ زي القمر، ربنا يحميه. طب ما جاش يعيش معاك ليه؟ هيعيش معايا بعد كده مش هسيبه تاني. وكل اللي بيجرى لك ده علشانه؟ هو اللي زيه يا خاطر. قولي لي، هم بعتينك ليه؟
قضية السكاكين هيقلبوها من تاني يا أستاذ. ظهر واحد طعن في الحكم الأولاني. انت ايه رأيك؟ أول ما بعتولي خفت، قلبي وقع في رجلي. أنا عارفة بتوع الأسم ومباحث الأداب، لكن دول أول مرة. لما تروح يا خواطر قولي لزكي تابع إجراءات القضية في المحكمة. من عناية يا أستاذ. وأنا يا قديس مش هتوزع عليا دور؟ أنا ما بطمعش إنك توقفي معايا. ولا حد في الدنيا هيقف معاك. طز فيكوا في اللي بتعمله واللي هتعمله. أنت فاكرها لعبة؟ لا يا حبيبي، أنت ما تعرفهمش. هيفضلوا يضغطوا عليك وينتهكوا أدميتك لحد ما تنخ زي الكلب ولا حد يسأل فيك. وفي الآخر ينفذوا اللي هم عايزينه، ويوم ما يعتقوك هيحولوك لجاسوس تبيع نفسك ليهم لحد ما تكره اليوم اللي اتولدت فيه. اهدي يا سامية. ابعد إيدك عني، أنت ولا حاجة. كلكم جبانات ولاد كلب من كبيركم لصغيركم. افتح الباب، بقولك افتح الباب. ربنا معك يا أستاذ، ما تخافش. كلامنا اللي قلناه في النيابة قبل كده هيفضل هو هو مهما حصل. أكيد حصلت لمصطفى. بيتهيألي كده برضه يا سيف. يبقى لازم نسأل عليه يا ماما. اسأل عليه بصفتك إيه؟ صاحبي والمحامي بتاعي. لا لا، هو صاحبك ولا المحامي بتاعك. إبراهيم، الموضوع زاد عن حده يا فاطمة ولازم ينتهي بقى. هو ليه زعامل مصطفى وما بيحبوش؟ القلب وما يريد يا سيف. يعني هنسأل عليه ولا لا؟ ايوه، لكن هنسأل عليه فين؟ في بيته او في مكتبه؟ هو مش ليه مكتب برضه؟ ازيك يا ابني، لازم تروح له وتاخد له معاك لقمه ياكلها. حد عارف اذا كان بياكل ولا لا؟ ما ردوش يدخلوني اقابله عم حموده، ولا حتى دخل له اكل. يبقى لازم اروح له انا بقى، يمكن يعملوا حساب لشبتي. مفيش فايدة عم حمودة، دول ما رضيوش يستلموا إعلان المحكمة عن الجلسة اللي فاتت. ولغاية إمتى هيفضل كده؟ على ميعاد الجلسة اللي جاية وهيطلع. أنا بعت لهم إعلان المحكمة في جواب مسجل، ومش ممكن يأخروه أكتر من كده. صوت حد طالع، بسرعة روح ورا على مكتبك أحسن يكونوا زباين. طب اعمل لي فنجان قهوة وخلي بالك متصل على النار. طب روح أنت بس بسرعة. اهلا وسهلا. اهلا استاذ هانم، ايه النور ده؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك تحب تشربي ايه؟ شاي، قهوه، حاجه ساقعه، نسكافيه؟ متشكره قوي. امال فين الاستاذ مصطفى؟ الاستاذ مصطفى مسافر، عنده مؤتمر في سويسرا، هو مش غيب كتير. انا هنا تحت امرك. يا ترى ايه نوع القضيه؟ طلاق، نفقه، اثبات نسب، ورث؟ هو حضرتك بتتكلم كتير ليه؟ متاسف، شغلتي. الهانم تاخد قهوه. عم حموده، شوف الهانم تشرب ايه والبس صغير كمان. ست فاطمة. عم حمود. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا بنتي؟ ازيك انت يا عم حمود؟ انت سبت المطرية من امتى؟ اوه، من زمان قوي، من ايام ما سبت بعض انت والاستاذ، جيت قعدت معاه هنا. معقول يا بنتي انا وانت نسيبه؟ ما تفهمني الحكاية بالظبط يا عم حمود، واستاذ مين اللي بتتكلموا عنه؟ استاذ بتاعنا يا زكي. مع المدام. عم حمودة ارجوك. ما شاء الله ما شاء الله، ده ابنك يا فاطمة؟ ايوه، سيف. سيف؟ سيف مين؟ لا، انتوا مش كان لكم صاحب زمان اسمه سيف وشهد على جوازكم معايا؟ من فضلك يا عم حموده، الاستاذ فين؟ استاذ؟ استاذ ست فاطمة قبضت عليه المباحث من كام يوم كده في الفجر، وحاولنا نوصل له ما قدرناش. ما تعرفش قبضوا عليه ليه؟ انت بقى يا سيدي سيف اللي عامل لنا قلبان في حياتنا. بس تصدق بالله، الاستاذ كمان ضحى. ازيك يا سيف؟
ازيك وزي صحتك؟ الحمد لله. وحشتني قوي. ازيك؟ الحمد لله. ايه ده؟ ده انت متهور خالص، ايه اللي عمل فيك كده؟ لا دي حاجة بسيطة خالص. ازيك يا فاطمة؟ شكرا قوي انك فكرت فيا. في الحقيقة السيف هو اللي كان مصمم ان احنا نيجي نقابلك. ما عندكش فكرة احنا تعبنا قد ايه علشان نيجي نشوفك هنا. انا مش عارف، مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجة. جاهز؟ ايه ده؟ انا اتمرنت لك وجاي مخصوص عشان اغلبك. وافق. ابيض ولا اسود؟ ابيض طبعا يا عم، مالك كبير. قديمة اهو. قديمة اهو. نعم. انت كنت بتلعب ملاكمة ولا ايه؟ اه. ورينا هتلعب اللعبة دي ازاي؟ كنت عارف انك هتلعب. اه. قول لي، انت مصمم على موقفك؟ موقف ايه؟ موقفك في القضية. أنا ما حكيت لك على كل حاجة. كل حاجة؟ آه طبعًا، ده أنا قريت مرافعتك في الجرايد. الجرايد كلها عاملة منك بطل. سيف أنا مش عارف تاني، مش كده؟ طبعًا. خطوتين كمان بالظبط، والملك بتاعك يموت. آه، هتكمل؟ أنت إيه رأيك؟ لو مني منك، أكمل. مش هتنقذ الملك بتاعك؟ اتعلمت الخطة دي فين؟ ده الدور اللي كسب بيه بطل روسيا بطولة العالم سنة 1983. قايل ما قلتليش ناوي على ايه؟ لو كان ممكن يتراجع واحد في المليون قبل كده دلوقتي مستحيل يا سيف، حتى لو قطعه من جسمه بالحتة. محكمة! الأستاذ مصطفى خلف موجود الجلسة دي؟ أيوة يا فندم موجود. مش عيب يا أستاذ مصطفى ترفع قضية كبيرة زي دي وتتخلف الجلسة اللي فاتت؟ غصب عني يا فندم. ولا أنت ماشي خلف خلاف زي المحامي بتاع المسرحية إياه؟ لا والله يا فندم، أنا كنت مجبر، ولولا الجلسة دي الله أعلم أنا كنت خرجت ولا لأ. أنت عملت حادثة؟ تقريبا يا فندم. ودي اثرها اللي على وشك؟ يا ما الهدوم بالدار يا فندم. احنا جاهزين عشان نسمعك يا استاذ مصطفى. لو سمح لي سعاده الرئيس، ممكن لحظه قبل ما نخش في تفاصيل القضيه؟ خير يا دكتور. ده مستند يثبت ان جميع الموكلين في هذه القضيه سحبوا توكيلاتهم الاستاذ، بل وايضا تنازلوا عن القضيه. ده صحيح. انا اشكك في صحه هذا المستند يا فندم. على كل حال جميع الموكلين موجودين، ممكن سعادتك تسألهم بنفسك. مين الموكلين اللي سحبوا توكيلاتهم من الأستاذ؟ دول موكلينك يا أستاذ؟ أيوة يا فندم. طب اختار لنا واحد يتكلم عنه. أما عبد العال، تعال هنا يا ريس. اسمك ايه؟ عبد العال ابراهيم توكل يا باشا. بلاش حكايه يا باشا، دي الالقاب اتلغت من زمان. حاضر يا باشا. انت سحبت توكيلك من الاستاذ؟ ايوه يا باشا. ليه؟ والله يا باشا احنا سمعنا ان الاستاذ ده سمعته وحشه، بتاع مخدرات ودعاره، وسبق انه اترفد من النيابه بفضيحه، ما كناش نعرف انه كده. يعني انت سحبت القضيه من عنده وهتوكل محامي تاني؟ لا يا باشا، احنا ناس مش رتوع قضايا ولا دياوله، ده حكم ربنا يا باشا. حد يقدر يقف قدام حكم ربنا؟ الحكومة دفعت لكم فلوس؟ طبعا يا فندم، خدوا التعويضات القانونية. ايوه يا باشا، اخدنا تعويضات والحمد لله، محدش بياخد اكتر من اللي مقسوم له. طب اقعد يا راجل. ايه يا استاذ مصطفى، قلت ايه في الكلام ده؟ اعتقد يا سعادة الرئيس انه لم يعد هناك مجال للكلام، وانه بعد ان ثبت عليه عدالتكم انسحاب الموكلين من القضية، فإن القضية نفسها أصبحت غير ذات موضوع. لو سمحت لي يا سيادة القاضي. عاوزة تقولي حاجة؟
ايوه يا فندم، انا اسمي فاطمه عبد الحميد مصطفى، باحثه كيماويه في المركز القومي للبحوث، وام للتلميذ سيف ابراهيم شوكت، واحد من الاصيب في حادثه القطر. ايوه يا ست، وعاوزه تقولي ايه؟ عاوزه اوكل الاستاذ مصطفى خلف في قضيه ابني. التوكيل ده لازم يتسحب باي طريقه، فاهم يا دكتور ابراهيم؟ امه هي وليه امره. قول لي سعادتك اعمل ايه؟ اعمل اللي تقدر عليه واللي ما تقدرش عليه. هددها بالطلاق. هددها انك هتاخد منها الولد. هو الولد عنده كام سنه؟ 14. بس لو اتطلقت يبقى الولد من حقك. هي دي الطريقه اللي هنضغط عليها بيها. ربنا يسهل يا فندم. انا عايز اسمع اخبار كويسه ان شاء الله واسمعها بسرعه. اوكي يا ابو خليل. حاضر. مع السلامه. مستحيل يا ابراهيم، انا خلاص عملت التوكيل. فاطمه ارجوكي، انا موقفي حرج جدا في الحزب. اسف ما اقدرش. انت كده بتحطمي كل اللي عملناه في ال 15 سنه اللي فاتوا. مش يمكن بكون بصلحها بانك توقفي جنب مجرم زي ده؟ تنسيتي هو عمل فيكي ايه؟ نسيتي كنت كرهاها قد ايه؟ ممكن اكون ظلمته زي ناس كتير ما ظلموه. الواحد بيغلط كتير في حياته يا ابراهيم، ولا انت معصوم؟ الراجل ده قالك حاجه عني؟ راجل مين؟ مصطفى. مصطفى عمره ما جاب سيرتك لا بالطيب ولا بالراضي. ممكن انام بقى؟ مش قبل ما نحل المشكله دي. انت عاوز ايه يا ابراهيم؟ عاوزك تسحبي التوكيل. واذا ما سحبتوش؟ هضطر اقولها لك بصراحه، انا يا هو. بس قبل ما اجاوب احب اقولك انه من المستحيل يكسب القضيه اللي رافعها دي. الحكومة والحزب مش هيسمحوا له انه يكسبها، فأرجوكي ما ترهنيش على الحصان الخسران، وفكري في مصلحتك ومصلحة الولد. خلصت كلامك؟ أيوة. وأنا مش ممكن أمنع أب يدافع عن حياة ابنه. يبقى اللي بينا انتهى. اللي تشوفه يا إبراهيم. أنت طالق يا فاطمة. طالق. الأستاذ مصطفى قدم توكيل عن التلميذ سيف إبراهيم شوكت، وبالتالي القضية بقت ذات موضوع يا دكتور عبد النور. أيوة. تحب تقول حاجة؟ كلامي هقوله في المرافعة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سيد الرئيس، أنا مش هقول حاجة أكتر من بعض المعلومات لكي تستنير عدالة المحكمة وتعرف من هو المدعي ولماذا هو مصر على دعواه. الأستاذ مصطفى خلف بدأ حياته في سلك النيابة وكيلا للنائب العام، وهو منصب له قدسيته وجلاله، ولكنه يا للأسف لم يستمر في هذا المنصب سوى عام واحد، ثم فصل وطرد من النيابة. ولماذا؟ بتهمة الرشوة. أكرر، بتهمة الرشوة. هذا هو المدعي في سن الأمل والحلم والتمسك بالمثل والمبادئ العليا. ثم عمل بعد ذلك بالمحاماة واندفع بكل طاقاته يترافع عن تجار المخدرات والعاهرات، مستخدما ذكاءه الفطري في قلب الحقائق والبحث عن ثغرات القانون. وثالثة الأهداف، الأستاذ مصطفى خلف انقلب على قضايا التعويضات، صاحب ملك الموت أينما حل، يورث نكاله المصابين لحظة مصابهم الأليم، ويأخذ بطرقه الملتوية الشيطانية التوكيلات ويترافع عنه ويصرف التعويضات الكبيرة ولا يدفع لهم شيئا منه. ولدينا سجل طويل بهذه القضايا أرجو ضمه إلى ملف القضية. وليس هذا فقط، بل هناك دليل حي لا يقبل الشك. معنا هنا في هذه القاعة إحدى ضحايا الأستاذ، وهي على استعداد لأن تدلي بشهادتها لعدالتك. ربنا يوريني فيك يوم يا مصطفى يا خالة. روح اللي هينتقم منك يا حرامي. اوعى كده يا حرامي يا ناوي. ولقد قام العديد من ضحايا الأستاذ برفع القضايا عليه يطالبونه بالتعويضات التي استولى عليها لنفسه وبدون وجه حق. وانني اتقدم لعداله المحكمه بهذه المذكره
مثبت فيها أرقام هذه القضايا وتواريخها بالضبط. أرجو من عدالتكم ضمها إلى ملف القضايا. أكتفي بهذا القدر. أما باقي فضائح الأستاذ ومخازيه فمثبتة في المذكرة المقدمة منا. وإني أشكر عدالة المحكمة سعة صدرها وحسن استماعها وشكرا. ترفع الجلسة للاستراحة وتعود للانعقاد بعد ساعة. مش هقول حاجة، مش عايز صحاب، مش هقول حاجة ومش عايز صحاب يا جماعة. السلام عليكم يا حبيبي. أظن صاحبك دلوقتي ما عادش يقدر ينطق ازاي مع الباشا بعد الفضايح دي ويقول ايه؟ مش كده؟ بس في حاجة سعادتك طازة، بس ما اعرفش ده كانت تفيد سعادتك ولا لا. ايه؟ عارف حضرتك الست اللي واقفة معاها ومقدمة التوكيل الوحيد اللي فاضل له؟ ايوه، مرات الدكتور ابراهيم شوكت. مالها؟ دي كانت مرات مصطفى، والواد ابنها يبقى ابنه اللي ما كانش يعرف عنه حاجة من 15 سنة. ابنه؟ طب اقعد اقعد اقعد، هو اللي ايه الحكاية؟ اقعد. محكمة! لو سمحت لي يا سعادة الرئيس. ايه يا دكتور؟ انت مش خلصت كلامك؟ فاضل حاجة واحدة، معلومة هتنور هيئة المحكمة. من غير تطويل. من غير تطويل. اتفضل. ثبت لدينا يا سعادة الرئيس ان المدعي ترك ابنه الوحيد ليكتب باسم شخص اخر ينفق عليه ويرعاه طوال 15 عاما هي عمر هذا الابن اللي هو رافع له القضية دلوقتي. والآن فقط يأتي ليطالب بحق هذا الابن في التعويض. هل هذا معقول؟ أين حمرة الخجل؟ أين كان الأستاذ طيلة هذه الفترة؟ أين كان هذا الأب حينما كان الطفل ينمو ويترعرع في كنف رجل غير أبيه؟ الكلام ده مظبوط يا أستاذ مصطفى؟ للأسف نعم، بس أنا ما كنتش أعرف إن ليه ابني عشان أتخلى عنه ولا أسيبه عشان يكتب باسمه حد تاني. في حاجة تانية عاوز تضيفها يا دكتور؟ لا يا فندم، أنا بس حبيت أنور المحكمة عشان يبقى قدامها كل الظروف اللي توضح لها من هو المدعي ولماذا يتخذ هذا الموقف. طيب أستاذ مصطفى اتفضل. أشكر أستاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي أتاح لي هذه الفرصة لأعلن كل خطاياي أمامكم وعلى الملأ لعلي أتطهر منها. نعم، أنا مثال للمحامي الفاسد بل أكثر فساداً مما يتصوره أستاذي. أنا ابن لهذه المرحلة والمراحل التي سبقتها، تفتح وعيي مع التجربة الناصرية، آمنت بها ودافعت عنها، فرحت بانتصاراتها وتجرعت مرارة هزائمها وانكساراتها. هنت عندما هان كل شيء وسقط كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبالاة والإحساس بالعجز وقلة الحيلة. أدركت قانون السبعينات ولعبت عليه وتفوقت، تاجرت في كل شيء، في القانون والأخلاق والشرف. أنا لا أنكر شيئا ومستعد للحساب وتحمل المسؤولية، بل أكثر من ذلك أعترف أمامكم بأنني دخلت هذه القضية طامعا في مبلغ تعويض ضخم. لكني اصطدمت بحالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي، أراجع موقفي كله، أراجع حياتي وحياتنا. اصطدمت بالمستقبل
نعم، صبي من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب أتوبيس الموت. رأيت فيه المستقبل الذي يحمل لنا طوق نجاة حقيقي. رأيتنا نسحقه دون أن يهتز لنا جفن. نقتله ونحن متصورون أن هذه هي طبائع الأمور. فكان لابد لي أن أقف وأصرخ إن هذه جريمة، جريمة كبرى لابد أن يحاسب من تسبب فيها. إني لا أطلب سوى محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن قتل 20 تلميذا لم يجنوا شيئا سوى أنهم أبناؤنا، أبناء العجز والإهمال والتردي. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. سيد الرئيس، كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد، إله العدل الواحد الأحد القهار. لست صاحب مصلحة خاصة، وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مساءلتهم، ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد. لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه. أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق، ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم واستجوابهم. فهل هذا كثير؟ أليس بشرا خطائين مثلنا؟ أليس قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر؟ سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله، نلوذ بكم ونلجأ إليكم. فأغيثونا، أغيثونا، أغيثونا والله الموفق. الحكم بعد المداولة. انت فاكر نفسك في امريكا؟ عامل اللي فيها مصطفى كامل. مصطفى كامل كان مصري يا دكتور، ما كانش امريكا. كامل انشا الانتحار ده ما يساويش مليم. بركة سعادتك انت اللي علمتهولنا. انت تلميذ فاسد ومحامي فاشل. ده فاكر المحكمة هتاخد بالكلام بتاعك وشرفي؟ ده كنت شاطر من اسرع ولاد المحامين ومنعك من دخول اي محكمة طول عمرك. وايه رأي حضرتك في سر القضية؟ لو كان القاضي بياخد بالكلام اللي انشا ما كانش حكم في اي حاجة. في وقائع داخلة في صلب القضية. تفتكر هتستدعى الحكومة للمثول أمام المحكمة؟ مستحيل. هو كلام فارغ ولا ده عيال؟ جمعة، كم بلغت مدة اعتقالك؟ لو سمحت يا فكر المحكمة هتحكم بإيه؟ يا أستاذ لو سمحت يا أستاذ. يا أستاذ وفد من النقابة هو جاي يقف معاك، ولجنة الدفاع عن الحريات، وجمعية حقوق الإنسان، والأحزاب كلهم باعتين مندوبين، ناس كتير وراك يا مصطفى. وأنت؟ أنا كمان معاك. ما تخافش يا مصطفى، مش هتبقى لوحدك. المعركة طويلة ولسه قدامها كتير. هما دلوقتي في أوضة المداولة. الحكم هيصدر النهاردة. لابد من التدخل فورا. لازم نعمل أي حاجة ولا بالتليفون. مفيش وقت. تؤجل الدعوة لجلسة 12 فبراير لحين استدعاء كل من السادة وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، ووزير النقل والمواصلات بصفته وشخصه، ورئيس هيئة سكك حديد مصر بصفته وشخصه، ومسؤولهم أمام هيئة المحكمة لسماع أقوالهم فيما نسب إليهم في القضية موضوع الدعوة. رفعت الجلسة.